أبنائي، أنا اليوم سعيد إني موجود معكم في هاي الرعية المحروسة من الرب. هاي الرعية الصغيرة ولكنها الكبيرة الكبيرة والمباركة. هاي الرعية رعية القديس جيورجيوس في صفوت، اللي دائما تنجز، اللي دائما تعطي، واللي دائما تبارك من لدن الرب. مبارك هو عمل أيديكم أبنائي على كل الإنجاز اللي تم، ولكن رح أترك الإنجاز لنهاية القداس الإلهي، لأنه في قلبي كلام كثير حابب أحكيه، ولكن رح أترك منبر الكنيسة للوعظة اليوم في هاي اللحظات، وفي نهاية القداس رح أتكلم عن ما يحوم في ذهني وقلبي. أبنائي، اليوم الأحد منسميه أحد المرأة الكنعانية، ولكن أيضا قبل أن أتكلم عنها بدي أحب اليوم إنه أرسل صلاة ودعاء مقرون بمحبة وعرفان وتقدير لكل أبنائنا وبناتنا المعلمين والمعلمات اللي هم في مدارسنا، في مدارس المملكة وفي مدارس البطريركية، اللي عمالهم بيقوموا بعمل مبارك في هاي الأيام مع كل الصعوبات اللي بيواجهوها. وبحب أعايد عليهم، لأنه يوم الجمعة الماضية كان عندنا عيد قديسي الأقمار الثلاثة، باسيليوس الكبير، غريغوريوس اللاهوتي، ويوحنا ذهبي الفم. وهؤلاء القديسين هم شفعاء المعلمين والطلاب وكل المهتمين في العلم والعلوم، فبالتالي كمان معايدتنا لأولادنا وبناتنا طلاب وطالبات مدارس المملكة، طلاب وطالبات الجامعات، طلاب وطالبات كل فئات العمر اللي عمالهم بيهتموا في صقل ذاتهم بالمعرفة. واليوم الكنيسة بتحب تحكي لهم أبنائي وبناتي، وإنتوا تسقلوا ذاتكم بالمعرفة اللي هي مغبطة ومباركة. يعني العمل اللي بتعملوه هو حسن ومبارك، ولكن خلوه يكتمل، وبيكتمل عملكم مع المسيح لما بتطالعوا العلوم السماوية، لما بتقرأوا من الكتاب المقدس، لما كمان بترجعوا لجذوركم لتعاليم أباء الكنيسة القديسين والقديسات. حبيت اليوم أنوه لهذا الشيء وأعايد عليكم جميعا. كمان بحب في هذا اليوم إنه نرسل صلاتنا للأم إيرينيا رئيسة دير دبين، لأنها بيوم مثل يوم الجمعة الماضية بعيد الأقمار الثلاثة، صاحب الغبطة ببركته أعطاها البركة إنها تكون رئيسة أول دير رهبات عنا في الأردن، دير السيدة ينبوع الحياة أمنا الفائقة القداسة في دبين في محافظة جرش. صلاتنا ودعائنا للأم إيرينيا اللي ربنا يعطيها القوة الصحة والنعمة حتى تستمر بعملها المبارك والمقدس مع الأخوات الرهبات والأخوات المبتدئات في دير دبين، حتى يبقى الدير منارة روحية في الأردن اللي يبعث ويرفع صلاة لإلهنا المثلث الأقانيم من أجل صحة وسلام أبنائنا وبناتنا، الوطن والعالم بأكمله. ربنا يباركهم كل سنة وهم مسلمين. المرأة الكنعانية في إنجيل اليوم أبنائي أجت وكانت تصرخ
خلف يسوع، تطلب المعونة، بتطلب المساعدة، ولكن يسوع ما اهتم إلها. اللي أثار التلاميذ وحقوله خلص اصرفها، لأنها بتصيح باستمرار في إثرنا، ويسوع ما صرفها، ولكن أتت وحكى لها شيء برضو في رفض لإلها. لما حكى لها إنه كيف الخبز يعطى فقط للأبناء، مش لازم يعطى للكلاب، يعني للأمم، يعني للخارج، وهي بتواضعها أجابت، وتواضعها كان عظيم لما اعتبرت نفسها من الكلاب وحكت والفتات اللي بسقط من موائد الأسياد بوكلوا منه الكلاب وبكفيهم. عشان هيك سمعت كلام السيد اللي حكى لها عظيم إيمانك فليكن لك ما أردت، وشفيت ابنتها. أبنائي، اليوم الكنيسة ونحن منتقرب من فترة الصوم الأربعين المقدس، نحن تدريجياً بنمشي للدخول في مرحلة التريودي اللي هي مرحلة التقدمة لدخولنا للصوم الأربعيني. اليوم الكنيسة بتبرز إلنا هاي المرأة، المرأة الكنعانية، وكأنه الكنيسة بتحكي لكل واحد فينا قديش أهمية فضيلة التواضع، قديش أهمية فضيلة إنه قلب الإنسان يكون منكسر ومتخشع ومتواضع، لأنه الله لا يرذله. المرأة الكنعانية هي درس لكل واحد فينا، حتى تعلمنا إنه نطلب، لأنه إلهنا رحيم، ولكن ربنا بيدرب كل واحد فينا. عشان هيك كتير مهم إنه نحن نتلمذ في مدرسة يسوع الروحية. نحن كتير مرات منا الإشي بسرعة، منا طلباتنا تستجاب بسرعة، منا نطلب ويصير إلنا اللي بدنا إياه، لأنه نحن هيك شايفين إنه صالحنا. ولكن في مدرسة يسوع ما بيمشي هذا الكلام. مدرسة يسوع هي مدرسة مختلفة عن العالم وعن كبريائنا وعن البدنا يا نحن، حتى لو كان حسن. أبنائي، مدرسة يسوع هي اللي بتعلمنا كيف نقدر إنه نطلب من الله صالحنا الصالح، والصالح الله بيعلمه لإلنا، لأنه بحبنا أكثر نحن من منحب ذاتنا. هذا الشيء نحن لازم ندركه، يعني ندرك محبة الله لإلنا، إنه الله بحبنا أكثر ما نحن ما منحب نفسنا، لأنه محبة الله هي اللي بدها تخلصنا، اللي بدها تألهنا، اللي بدها تخلينا نكون أبناء للملكوت، أبناء للأبدية. يعني ربنا ما بده إيانا فقط لهذا الزمن الوقتي، ولكن بده يهيئنا للحياة الأبدية، للملكوت السماوي. بده نعيش معه للأبد، ما بده نعيش معه فترة زمنية معينة اللي هي حياتنا هون على الأرض وكل واحد زي ما بده، ولكن بده إيانا إن نكون معه في الأبدية. وهذا الشيء نحن لازم ندركه ونفهمه حتى نقدر نتعامل كما يجب مع مشيئة الله في حياتنا، وكيف نقبلها، وكيف نكون فرحانين وقنوعين فيها. كثير مهم هذا الفرح اللي يكون فينا نحن المسيحيين، والفرح هذا بيجي لما نثق إنه ربي الحلو يسوع الحنون بيرتب لي الصالح. مهما كانت الأمور صعبة،
ربنا ما وعد واحد منا إنه حياته لما تكون بقرب من مشيئة الله رح تكون حياته مفروشة بالورود. هذا فخ نصبه الشيطان لأهل العالم حتى يقعوا فيه. صور لإلنا وحكالنا الشيطان يعني حتى أموركم تكون كويسة في العالم اتقربوا من ربنا. وبالتالي نحن منفترض إنه نحن لما منتقرب من الله كل إشي رح يمشي كويس، وهذا مو صحيح ولا هاد حكالنا يا يسوعنا، بل بالعكس حكالنا في العالم ستكونون في ضيق، وحكالنا زي ما اضطهدوني سيضطهدونكم، ولكن حكالنا ثقوا. في مين نثق؟ فيه. شو بيكمل؟ أنا قد غلبت العالم. فبالتالي هون بيجي رغبتنا كيف نحن بدنا نغلب العالم مع يسوع. شو يعني نغلب العالم؟ يعني بدنا نموت شهواتنا وخطايانا ونحيا مع المسيح. يعني بدنا نفرح مع المسيح. يعني بدنا نكون بسلام وفرح مع المسيح. أنا بتضايق وبتأثر لما بشوف كتير من أبناء الكنيسة مغمومين، مثقلين، تعبانين. ابن الكنيسة بيكون فرح لأنه في المسيح اللي بعطيه فرح وسلام. المسيح فقط بعطينا فرح وسلام، ونحن في الضيق، ونحن في الشدة، ونحن في التجربة منتألم، منتوجع، ولكن منتعلم، ولكن مننضج، ولكن منتقدس. هيك منبلش نشوف الأمور اللي حوالينا بطريقة مختلفة عن العالم وعن أباطيل العالم. وهيك أبنائي دائماً منتقدم روحياً ومنتقدس. هاي هي مشيئة الله، أن تكونوا قديسين كما أباكم السماوي كامل وقدوس. وهون بدعو كل أبناء الكنيسة في هاي الأيام والأزمنة الصعبة إنهم يلتفوا حول الكنيسة. في كتيرين بيحكوا نحن مش فاهمين شو بيصير في الكنيسة، ونحن منيجي على القداس الإلهي وما منفهم، ونحن منيجي على الصلوات وما منقدر إنه نصلي. بدي أحكي لهم شي حكوا أباء الكنيسة القديسين اللي هم أبائنا وأجدادنا. الصلاة ولترجية الكنيسة نحن فقط منتعلمها بداخل مدرسة الصلاة، يعني ما حد رح يقدر يعلمك كيف تصلي. فقط المسيح وانت تصلي وانت في الكنيسة رح تتعلم، وانت في مدرسة الكنيسة، في مدرسة الصلاة في الكنيسة، وفي مدرسة القلاية في البيت، هناك رح تتعلم بمدرسة يسوع الصلاة. هاي المدرسة مهمة. نعم مرات بتكون صعبة، والصعوبة بتأتي مش من إنها هي صعبة، الصعوبة بتأتي من إنه نحن ذهننا مثقل، مثقل بأفكار وأمور كثيرة. عشان هيك هذا الفكر والقلب والذهن المثقل بهموم هاي الحياة وأمورها ما بيقدر إنه يكون يقدر إنه يحلق في الصلاة بسرعة. هون بيجي دور الجهاد الروحي، هون بيجي دور الثبات، هون بيجي دور الإرادة اللي لازم نحن نفعلها حتى نجاهد الجهاد الروحي الحسن ونحن طلاب في مدرسة الصلاة في مدرسة يسوع. أبناء الكنيسة مهمة، وقديش مهم ونحن نتكلم عن الكنيسة، نتكلم عن كنيسة البيت اللي هي الأسرة. قديش مهم إنه نحن كل واحد فينا يقيم أسرته، يشوف أسرتي لوين رايحة. الأم تسأل حالها والأب يسأل حاله، هل أنا قديس؟ هل أنا بتقدس؟ هل أنا ماشي في طريق المسيح نحو القداسة؟ هل أنا قدوة حقيقية لأولادي وبناتي؟ أنا كيف؟ أنا كيف مع الله اللي يرى في الخفية، مش اللي بيشوف الناس
وشو بيحكوا الناس. الناس انتوا بتعرفوهم احسن مني، زي ما بيرفعوك لسابع سما بينزلوك لأدنى دركات الأرض بلحظات. وهذا شفناه ما بين الصنا مبارك الآتي وما بين ارفعه ارفعه اصلبه، ما مر إلا بضع ساعات. وهذا الشعب اللي كان يصرخ مبارك الآتي باسم الرب، هو نفسه حكى ارفعه ارفعه اصلبه. فبالتالي ما نهتم شو بيحكي إلنا العالم، ولكن نهتم بالله الذي يرى في الخفية. هو اللي شايفك، هو اللي بيعرفك، هو اللي ما بتقدر تغيب ولا جزء من الثانية عن نظره. هو اللي شايف أعماق أعماق قلبك، هو المدرك أفكارك أكثر من أنت ما بتعرف حالك. أمامه إيش بتحكي أنت لإله؟ أنت وين منه؟ هل أنت قدوة حقيقية الأب والأم لأولادكم؟ وأنا لأولادي؟ كلنا لازم نسأل هذا السؤال، قديش قربنا من الله الذي يرانا في الخفية؟ مش الناس اللي بتشوفنا في العلن، ولكن الله الذي يرانا في الخفية. قديش نحن قريبين منه؟ وقديش نحن قدوة حقيقية لأولادنا؟ رسالة الكنيسة اليوم إلنا الأب والأم، زي المعلم والمعلمة، حتى تقدروا إنكم تكونوا قدوة لأبنائكم، وكمان الكاهن والراهب والراهبة والأسقف والبطرك والمطران والكل، يعني في مؤسسة الكنيسة، في مؤسسة المدرسة، في مؤسسة الأسرة، لازم نراجع كلنا أنفسنا ونشوف هل نحن قدوة حقيقية لأبنائنا أم لا؟ كل واحد يجاوب ضميره وقلبه بمفرده أمام الله اللي شايفه بالخفية، ويحاول من هاي اللحظة من اليوم يغير مسار حياته، يتغير، يروح للأفضل، يترك إنسان الخطية، إنسان العتيق، ويجي يرمو حاله في حضن المسيح، لأن حضن المسيح مفتوح حتى يغمر كل واحد فينا. بيستنانا يسوع زي ما كان يستنى هاي المرأة اللي كانت متواضعة، عشان هيك ضلت موجودة. لو كان هاد في زمننا نحن بكبرياءنا كان حكينا شو نفكر حاله يروح غاد، وكثير منحكيها إذا رجعتوا حالكم كلكم، نحن ما منتحمل كلمة من التاني. مين شايف حاله؟ أنا فلان ابن فلان من عشيرة فلان، ومندير ظهرنا ومنروح. هاي ما دارت ظهرها لأنها كانت متواضعة، وشبهت حالها بالكلاب. شوفوا قديش التواضع. عشان هيك المسيح حكى لها عظيم إيمانك، فليكن لك كما تريدين. شوفوا قديش التواضع بيرفع الإنسان، شوفوا قديش قلب الإنسان بتفاعل مع نعمة الله الآتية للقلب المنكسر والمتواضع، لأنها كانت واثقة إنه يسوع رح يشفي بنتها. قلبها كان شايف لأنه كان متواضع. لو كان قلب متكبر كان ما قدر يشوف إنه المسيح رح يقدر يشفي بنتها، ولكن لأنها كانت متواضعة قدرت تشوف إنه هو بيقدر إنه يشفي ابنتها. يا رب أعطينا نحن كمان نكون متواضعين حتى نقدر نشوف محبتك لإلنا. زينا بالتواضع وعلمنا كيف نتواضع حتى نقدر نحب أكثر، نحبك ونحب القريب، نحبك ونحب كل إنسان أخ إلنا بالجسد حتى نقدر نكون معك. أبنائي بهذا الكلام بختم وعظتي مع كل محبتي لإلكم، مقرونة بالصلاة لربنا إنه يعطيكم كل نعمة من لدنه إلهنا المحب
ويشدد إيمانكم ويقوي عزيمتكم في هاي الأيام اللي نحن أمس الحاجة إنه نكون قريبين. ما تنسوا أشياء الاثنين، قريبين من القداس الإلهي ومن المناولة. ما تبعدوا أبنائي ولا عن القداس ولا عن المناولة، وهدول تعالوا لهم بالتوبة. وما بتتخيلوا كيف حياتكم رح تكون مباركة مقدسة مليئة بالنعمة والقداسة. ربنا يحميكم، ومنكمل كلامنا بنهاية القداس الإلهي. نعمة وبركة المسيح تكون معكم بشفاعة أمنا الفائقة القداسة والقديس العظيم في الشهداء جورجيوس اللابس الظفر، شفيعكم. أمين.